السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي المشاهدين الكرام، لربما أحد يتصور أن موضوع المشاكل في العراق هي تتلخص بقضية الفساد وتتلخص بقضايا أخرى ذات أهمية كبيرة طبعا، ولكن رؤية السياسيين، رؤية المحللين لأسباب ما يجري في العراق أنه هو آلية النظام السياسي، طبيعة النظام السياسي. أنتم تعرفون كل الزين من وقت برايمر الحاكم الأمريكي المدني للعراق، سوى مجلس حكم ومجلس الحكم ب25 واحد، وزعهم هذول سنة ذولا كراد ذولا شيعة ذولا مدري شنو، واستمر الحال على ما هو عليه. يعني حتى بعد صدور قانون إدارة الدولة وبعدين الدستور استمر الحال بهذا الشكل، أنه رئيس الحكومة كردي ورئيس رئيس الجمهورية كردي ورئيس الحكومة شيعي ورئيس البرلمان سني. وحقيقة يعني اختلفوا كثيرين على أنه هذه النقاط موجودة بالدستور، يعني مكتوبة. قسم آخر يقولون لا، هي ما موجودة بالدستور. على أي حال، هي حتى لو ما كانت موجودة بالدستور، بس الدستور هيئ لها من زمن برايمر، من زمن مجلس الحكم. وبالتالي من نقول المحاصصة، البعض يمكن ما يستوعب كلمة المحاصصة، يفهمها يعرف انه المحاصصة انه هو تقسيم السلطة بين الطوائف، مو بين الوطنيين، لا بين الطوائف، وهي هاي الطامة الكبرى. المحاصصة تعني فيما تعنيه، في جانب ما تعنيه، ان السلطة تقسم بين افراد أو بين مجاميع، كل مجموعة تجيب أفراد من عندها. السنة يجيبون أفراد من عندهم، الشيعة يجيبون أفراد من عندهم، والأكراد أيضا يجيبون أفراد من عندهم، وهكذا الحال بالنسبة لبقية طوائف المجتمع، التركمان والمسيحيين، يعني ديانات وأقليات. هذه المشكلة تسمح بالشيء التالي، تسمح بأن حينما أنا عندي مجموعة وحضرتك عندك مجموعة، المجموعة اللي تجيبها جنابك مو بالضرورة يكونون حملة شهادات، مو بالضرورة يكونون خبراء في مجال اختصاص الوزارات أو في مجال اختصاص المنصب اللي راح ياخذه، مو بالضرورة أن يكون نزيه، ومو بالضرورة أيضا أن تتوفر به الوسائل أو عفوا الشروط اللي يفترض أن تتوفر بالعنصر أو الرجل اللي يتبوأ المنصب. مو هو المقولة تقول الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هاي المقولة ما تنطبق على ما يجري في العراق. ليش؟ لأن أنا أيضا راح أجيب، مو بس أنت، أنا أيضا راح أجيب ناس غير نزيهين، ما عندهم خبرة، ما عندهم شهادة أو شهاداتهم مزورة، وبالتالي جماعتي عندهم الاستعداد أن يسرقون، أن يبوقون، أن ما يفتهمون شلون يمشون وزارتهم أو دائرتهم. وكذلك الحال بالنسبة لجماعتك، راح يقعون جماعتك بأخطاء وجماعتي راح يقعون بأخطاء، أخطاء قانونية وأخطاء دستورية وأخطاء بها حتى ترقى إلى مستوى الخيانة. هنا راح نضطر أنا وياك، حاشانا أنا وأنت من تسمعني أو تشاهدني، راح نضطر أن نعقد صفقة مساومة، عبر لي وعبر لك، شيلني وشيلك، اسكت على الجرائم اللي يرتكبوها ربعي وانا اسكت على ما يرتكبوا ربعك من جرائم. وهكذا هي المحاصصة. المحاصصة هي يعني تقسيم السلطة وتوزيع السلطة
بين أحزاب وبين طوائف. ما راح أتحدث عن الأحزاب الدينية وشنو دورها الوطني، ولكن مهم جدا، مهم جدا أن نتحدث عن العراق في خمسينيات القرن الماضي والأربعينيات أيضا، حتى يعني في الزمن زمن العهد الملكي كانت هناك أحزاب، الحزب الوطني وحزب الاستقلال والحزب الليبرالي، ولكن تجي على رئيس الحزب تلقاه مثلا شيعي، وتجي على نائب رئيس الحزب تلقاه سني، أو تلقى يعني أعضاء الحزب بهم كراد وبهم شيعة وبهم سنة وهو حزب واحد، وأمثلة كثيرة. واللي قادوا هاي الأحزاب معروفين، شخصيات اللي يريد يدور عنهم بتاريخ العراق بالعهد الملكي راح يلقاها موجودين. هذا إذا كان يخص الحزب الوطني، تجي على حزب الاستقلال مثلا أيضا تلقى رئيسه كردي أو سني، والنائب ماله شيعي، وأعضاء أيضا خليط من كل أبناء المجتمع. هذا 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 الكلام لما كانت هاي الأحزاب حقيقة، مو يسموه العهد الملكي البائد، لا، العهد الملكي مو بائد، أبيد. على أي حال أنا ما أريد أتعرض إلى محطات تاريخية ومحطات تاريخية مهمة، ولكن أتحدث عن دور الأحزاب الوطنية في مسك السلطة، دور الأحزاب الوطنية كيف تقود السلطة، كيف تتشارك، كيف تتآلف في السلطة وهي مكونة من خليط من أبناء الشعب العراقي. وهذه الحقيقة مو بس بالعراق، يعني في كل دول العالم الأحزاب تعتمد الوطنية القضية الأولى. أما إحنا فالله سبحانه وتعالى وحش لله إذا إلى علاقة بالموضوع، وإنما إحنا ابتلينا بأحزاب طائفية هي تحكم البلد، وبالتالي هاي الأحزاب يعني تريد أن تتقاسم الغنائم، تريد يعني كل واحد يريد يأخذ الحصة الأكبر. أما الناس، أما الشعب، فذولا كل شيء ما لهم. البركة بالسياسيين، البركة بالطبقة اللي تحكم السلطة، وهم فيما بينهم غير متفاهمين، غير متحابين، غير متراضين، وبالتالي يخلقون وزراء وسلطة تنفيذية اللي شهادته مزورة مثل ما قلت قبل شوية، واللي ما عنده خبرة بالحياة، والفاسد غير النزيه. قبل تتذكرون الجندي من وزارة الدفاع تسوي ايش يسموها مديرية التعبئة والإحصاء، يمكن تريد تسوي إعلان للتطوع للجيش، جنود أو عرفاء أو نواب ضباط، كل واحد حسب شهادته وحسب وضعه، يشترطون بي مو الضباط، ها لا دحكي على المراتب، يشترطون أن يكون قد بلغ من العمر 18 سنة ولا يزيد عن كذا، أن يكون من أب وأم عراقية بالولادة مو بالتجنس، أن يكون حامل للشهادة الفلانية، أن يكون كذا وكذا وكذا، شروط هو دا يصير جندي، وشرف، الجندية شرف، لأن اللي يقبل بأن يكون مقاتل مدافع عن العراق هذا شرف كبير. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الناس مستويات، أكل دكتور يحمل شهادة دكتوراه، وكل يحمل شهادة ماجستير، وكل يحمل البكالوريوس، وكل اللي يحمل الدبلوم، وكل عنده إعدادية، وكل عنده متوسطة، وكل عنده ابتدائية، وكل ما عنده شهادة. احنا الموظف يريد يتعين يخضعوا لاختبار وتقييم، ويترشحون مدري كم واحد، وبعدين يختارون الأنسب والأفضل موظف زين. فكيف بوزراء جونا واحنا ما نعرفهم، ولا نعرف شنو هم، لا نعرف تاريخهم، لا هم مشتغلين
يعني قبل مثلا خلينا نقول مثلا يا وزارة، وزارة العدل مثلا، مثلا هي كل الوزارات نفس الشيء، بس نقول وزارة العدل، وزارة العدل حتى يصير مثلا الوزير او وكيل الوزارة يصير بمنصب وكيل وزارة العدل، هذا معناها لازم يكون عنده خدمة بالقضاء لا تقل عن 20 أو 30 سنة، وتدرج من قاضي محكمة بداءه أو محكمة شرعية إلى قاضي محكمة استئناف إلى محكمة تمييز إلى صار ما أعرف إيش، صارت عنده خبرة، صارت عنده شهادة، وبالتالي ممكن أن يترشح يصير وكيل وزارة أو يصير وزير. من يجي يصير هو وزير عدل، هو فاهم القضاء شنو وفاهم الوزارة شنو، ويعرف القضاة اللي في العراق كلهم واحد واحد، لأن معظمهم اشتغل وياهم. زين، إذا نقول مثلا وزارة التخطيط، وزارة التخطيط أيضا يفترض أن يكون اشتغل بيها موظف وهو يحمل شهادة بالرياضيات بعلوم الحياة بالتخطيط بغيرها اللي إلها علاقة بموضوع التخطيط، ويتدرج من موظف إلى رئيس قسم إلى مدير إلى مدير عام إلى وكيل وزارة، من يصير وزير تخطيط هو عارف. وهكذا الحال ينطبق على كل وزارات الدولة. طيب احنا الآن دا يجونا وزارات نصهم تطلع وزراء تطلع شهاداتهم مزورة، ومن يقولوا لهم هاي شهاداتكم وزراء نواب أو وزراء هاي شهاداتكم مزورة يمسحوها بالحائط ولا يستحون ولا يخجلون، وأول مرة يظل يطاول وكذا من خلال وسائل الإعلام، لا أنا أقدر أثبت شهادتي هناك لما يصير التحقيق والمدري إيش. زين، مو هي هاي وحدها كافية اللي يقدم وثيقة مزورة، مو هي هاي وحدها كافية لأن يساق إلى القضاء يحال إلى المحاكم؟ سمعت أحد حال للمحاكم لأنه قدم شهادة مزورة؟ لحد ذاك اليوم قبل أيام أو أشهر نواب طلعوهم لأنه طلعت شهاداتهم مزورة، مسؤولين فضحوهم بوسائل الإعلام بالمواقع الإلكترونية بالوكالات الأنباء بالدنيا أنه شهاداتهم مزورة. فإذا أعود للحديث عن موضوع المحاصصة. نعم عيني، نعم حاضر حاضر حاضر، والله أعرف طولت والناس يردون يشاركون، بس يعني هذا هو نظام المحاصصة المقيت اللي أنت تجيب بكيفك وأنا أجيب بكيفي بدون استناد إلى أي خبرات أو أي تاريخ أو أي شهادة أو أي نزاهة، ما حد يعرف أبوه منو وأمه منو. هسه مو أبو أمه، هسه هم 3/4 90% منهم يحملون الجناسي أو الجوازات الأجنبية. هيك يعني العراق صار بهالشكل هذا، يعني لا نظام سياسي لا دولة لا أخلاق لا شرف عند القائمين على السلطة أو المشاركين فيها. يلا خلي الناس يحجون أحسن ما أظل أنا أحكي، لأن أخاف لا أروح أطلع من الخط. نعم، الأخ أبو عدي من نينوى، تفضل أخوي أبو عدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، بالنسبة للحكومة، نعم، هاي الوزارة لك وهاي الوزارة لي، شغلة مو شغلة يعني اللي عنده شهادة ولا ما عنده شهادة، هاي لك وهذا لي. نعم. وبالنسبة للوزراء لو كل من اختصاصه، مو أبو الصحة أنت وزارة الصناعة، أبو الصناعة أنت وزارة الدفاع، أبو وزارة الدفاع أنت وزارة الزراعة، كل من اختصاصه شوف البلد شلون يمشي. نعم. وسامي العزيز، أكو معلومة أريد أعبر لك إياها. تفضل أخوي أبو علي. واحدة من خواتنا اليزيديات، أنا يزيدي. أتشرف بك أبو عدي، على رأسي، أهلا وسهلا. قامت بقتل 12 إرهابي داعشي. شنو سويت؟ قتلت 12 إرهابي
في قضاة اللحظة وإصابة 20 واحد من عندهم. ما شاء الله. وللمعلومات اتفقت ويا واحد قالت له يعني دي زوجوها اتفقت ويا واحد قال ثاني اخذك بس خلصني من هذول. هذاك قال ما يخالف جاب رمانه يدويه قتلت 12 و20 واحد مصابين. هي اتصلت على اخوها. نعم. فاريد من قناتكم تتابعون هذا الخبر يعني مفيد لكل العراقيين، يعني رفعت راس اليزيديه وكل العراقيين. ماشي يعني اشكرك ابو عدي، شكرا لاتصالك، ونشوف الاخوه الزملاء بغرفه الاخبار اذا متوفر عندهم مثل هكذا خبر او هكذا معلومه اكيد ما راح يقصرون في ابرازها وتسليط الضوء عليها من خلال الاخبار والتقارير اليوميه. نعم اكو اتصال اخر. ها زين. راح استمع الى وجهات نظركم واستمع الى ما تريد تقوله عزيزي المشاهد الكريم. بامكانك الاتصال طبعا بالبرنامج، ارقام الهواتف متاحه امامك دائما، ولكن خلي حتى ما يقولون انه وسائل الاعلام او قناه التغيير تتهم الحكومه او السلطه بالمحاصصه والمحاصصه الطائفيه وكذا. لا، راح اسمعكم نماذج من السياسيين العراقيين نفسهم، هم شوفوا شو يقولون على نظام المحاصصه وتقاسم السلطه. شوفوهم. منو عندنا اول واحد؟ الدكتور موفق الربيعي. شوفوا ايش راح يقول. الاحزاب الدينيه بطبيعتها احزاب طائفيه، بطبيعتها الدينيه بتكوينها، يعني بتكوينها النخبه الحاكمه طلع بهم ناس حراميه مع الاسف. طلع بهم ناس ما عندهم مشاهدات كذب، طلع بهم ناس غير كفؤين، طلع بهم ناس طائفيين، طلع بهم ناس يعني يريدون ياخذون ثارات. زين. فلذلك هاي النخبه أنا أقول بعمومها غير صالحة. زين. لازم تستبدل بنخبة من الشباب الجدد، ها، اللي هم قلبهم على العراق وما عندهم هذا الحقد وهذا الموجودين الآن قسم كبير من السياسيين الموجودين الآن. طيب. بالبرلمان. طيب. وبالحكومة. طيب. هو إفراز المرحلة الطائفية. طيب. يعني اللي تحدث به الدكتور موفق الربيعي يقول السلطة هيجي والأحزاب هيجي كلها طائفية وكلها كذا. زين، والحل ايش سويته؟ انت جزء منها يا دكتور. زين، وحدة. اثنين، يقول المفروض يجون شباب جدد. منو يسمح للشباب؟ من ينطي مجال للشباب؟ مو هيانهم الشباب هاجروا هجوا مو هاجروا هجوا هجوا عافوا الجمل بما حمل. الكم الاخت صبيحه من البصره، تفضلي يا ست صبيحه. السلام عليكم استاذ جلال. عليكم السلام اختي الكريمه. تحيه لك سيد الكريم. حياك الله. سيد الكريم، بالنسبه للمحاصصه الحزبيه والطائفيه، سيد الكريم المحاصصه الطائفيه مو تقتصر على طائفه معينه، حتى داخل الاحزاب، يعني داخل الاحزاب خلينا نحكي يعني الطائفه الشيعيه مثل ما نقول نتحدث هكذا، وهذا الواقع انفرض علينا نتحدث بهذه اللهجه. من تريد تقدم لك على معامله تدوين معامله، يعني تروح الحزب الفلاني يختمها، تروح الحزب الاخر يختمها، يعني وصلت الطائفيه يعني حتى بالطائفه الواحده. وهذا نموذجهم هم من جاؤونا من خلف الحدود ارتبطوا عن هذا المشروع. تقاسم الطائفية وتقسيم البلد وتضييع البلد، تهجير البلد، يعني دمار مو متوقع. يعني الطائفية أصبحت نموذج، أصبحت فكر ثقافي، فكر يعني احتيادي، يعني أصبحت يعني طائفة منسجمة، تكرسوا الطائفية. كيف نتخلص من هاي الآلية السياسية أو من هذا النظام السياسي؟ كيف نستبدله بنظام يعني او بشيء وطني؟ نعم صبيحه.
الشعب يعني اللحمه الوطنيه، لابد من اللحمه الوطنيه والتكاتف الصلب والتكاتف القوي لكي نكسح هؤلاء ونتخلص من عدوهم ونعيد اللحمه الوطنيه ونعيد التكاتف. العراق والعراقيين يعني متكاتفين مدى عشرات القرون، وتكاتفنا بالحرب العراقيه الايرانيه وانتصرنا وحققنا انتصارات على يد جيشنا المقدام الباسل، الجيش العراقي الاقر، ما كانت طائفيه، كان الشعب متكاتف. لماذا هذه الطائفيه؟ هذا مشروع تدبيري، هذا مشروع تدمر يعني مرتبطين على تدمير العراق لكي مصالحهم تبقى في الطائفيه. وشكرا جزيلا. شكرا لك اختي الكريمه. الاخت صبيحه كنت معنا من البصره. يعني الطائفيه مثل ما قالت الاخت صبيحه هي مو تقتصر فقط على الـ 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 الاحزاب السنيه او الحزب، وانما في داخل الطائفه وفي داخل الحزب الطائفي ايضا هناك محاصصه وتقسيم. يعني انطيني وانطيك، ما بيها مجال، يعني ما تاخذ اكثر من عندي. يعني اليوم اي ما يخالف، اليوم مدير ناحيه او مدير بلديه بالناصريه خبر والله منشور، يقولوا له اطلع، يعني انت فاشل بما معناه. يقول لهم شنو اطلع؟ بكيفكم انا اطلع؟ والفلوس اللي دفعتها على المنصب؟ والفلوس اللي دفعتها شلون اطلع؟ كل شيء مقابض لحد الان. هاي واحد من الامثله نزولا من الوزراء الى مدير ناحيه او قضاء او بلديه والله ما اعرف. يلا عيني. من الانبار الاخ ابو محمد، حياك الله اخوي ابو محمد. السلام عليكم. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي العزيز، أنا حي قناتكم الشريفة الوطنية. الله يسلمك. وأنت بالذات أنا متابعك، ممكن تطلع على قناة البابلية حضرتك. شكرا. يعني برامجك مؤثرة جدا وسم المواطن بصراحة. ما عليكم زود، أنتم الخير والبركة. الله يطول عمرك اخوي العزيز. انا متقاعد عسكري. اي. ويفترض 1/9 ينطونا الراتب حسب ما مكتوب بالبطاقه مالتهم، انه باي يوم من الشهر تروح تستلم مالك الراتب، ولحد الان كل شيء ماكو، وهذا العيد جاي علينا مثل ما تعرف. اي. والله وصلتني رساله من او رسالتين الحقيقه. بهذا المعنى. اي والله. حاضر اليوم ننوه عنها، اليوم ننوه عنها ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، شرفت اخوي ابو محمد. نعم عيني. الو. ها عيني. كريم من وين كريم؟ من الكويت. كريم تفضل. من الكويت العفو، من دولة الكويت الشقيقة. الاخ كريم حياك الله اخوي كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك بعيد شوي أخ جلال. أنا أسمعك والمشاهدين الكرام يسمعوك، تفضل. موضوع الأحزاب. نعم؟ تسمعني جيدا؟ نعم أسمعك يا أخ كريم، أسمعك بوضوح، تفضل. بارك الله فيك، أولاً الطعن بالميت حرام. أنت تتكلم عن الأحزاب وتتكلم عن الحكومة. بلد محتل يا اخ جلال. يا اخ جلال بلد محتل من قبل الايران، يتحكمون بالمظاهرات ويتحكمون، يعني الطعن بالميت حرام بالنسبه للحكومه، وهذه المدعبات اللي يعني شعب محرم بالشوارع، يعني ناس بلد محتل يا يوبا. يعني نهرب من الواقع. اخي جلال انا صوت يمكن دوختك او دوخت المشاهد. لا ابدا ابدا، اكمل كلامك. اخي جلال اكمل كلامك. الاحزاب وتتكلم عن فلان، بلد محتل يا يبا. ايران تريد احتلال العراق منذ قرون. اليس كذلك؟ اما امريكا، يعني امريكا لا يريدون هذا، لكن اتى هذا غصب عليهم. نعم. لا يريدون، يعني ماذا يعملون بالنسبه لامريكا؟ اخي جلال حبيبي الله يبارك فيك، بلد محتل جلال. شكرا. شكرا يا اخ كريم، شكرا لاتصالك وشكرا ل
روحك الجياشة وأنت في الكويت وتحمل هذا الهم على العراق. خلينا ناخذ وجهة نظر أخرى. أو أبو مصطفى من عمان، حياك الله أخوي أبو مصطفى، تفضل يا أبو مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي سعد جلال، تفضل عزيزي. احنا نناقش هاي الامور، الفساد، ونناقش الطائفيه، ونناقش كل هذا التدهور اللي صار بالبلد. هم علي يتجوزوا العراق. نعم، غير حتى يدمرون كل شيء بيه. الآن تيجي على ابن الجنوب يشكي من توقف المصانع اللي كانت تشتغل عندنا، المزارع يشكي من قلة الماء وشحة الماء واستيراد المواد من الخارج. فهم يريدون العراق يتدمر نهائي، لا يظل به صناعة ولا زراعة ولا أبن ولا أصلا. وهسا بالنسبة للدكتور العبادي بدأ يسوي إصلاحات، الناس ما مستلم رواتب ورئاسات تستلم رواتب اللي قدام. ليش احنا قلنا له روح الغي الرئاسات؟ احنا قلنا له الغوا الرواتب، الغوا المخصصات. مو واحد يجي يستلم له اربع اشهر يصير رئيس جمهوريه ويقعد يستلم بالشهر هو وزوجته 120 مليون دولار، اكو ناس قاعدين والله بالخيم ما يحصل 100,000 بالشهر، 50,000. يا اخي إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحدينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تنسى لي أكو كليب آخر أيضا للسيد حامد المطلق. أي يلا جيب الأخ هشام من السعودية، تفضل يا سيد هشام. أخ هشام مرحبا. يا هلا يا مرحبا، تفضل اخوي. والاخوان العراقيين جميعا المغترب واللي داخل العراق، تفضل. احنا بالسعوديه تهمونا وعزوا علينا واجد، وللاسف يعني قطعتوا عنا العلاقات وكنتوا عدائيين باتجاهنا، فحبينا نكتفي نترككم لحالكم زي ما يقولوا. فللأسف أنكم سلمتوا بلدكم لإيران، العراق سلمت، العراق العظيم اللي كنا بالثمانينات والسبعينات ونشوفه منارة، سلمتوه الآن لإيران وصار مهانة وعار ومعرة على العرب والإسلام والإنسانية ما يحدث في العراق. فوين الشرفاء من العراقيين؟ وين رجال؟ وين؟ ما في حكيم؟ ما في رجل رشيد بكم؟ بس هذا اللي حبيته، واحنا قلوبنا معكم ونتمنى لكم العز الى اعز. بارك الله بك، الله يسلمك. احنا بنينا صحاري انبنت وتطورت وصارت مدن عالميه حكمه رجال، ولا ينقصكم رجال في العراق، ولا ينقصكم مال، ولا ينقصكم ثروة، ولا ينقصكم. ما أدري ليش أنتم سلمتوهم الأخس عباد الله، صاروا يرأسون العراق من نور المالكي وسلته حزب الدعوة والطائفيين والمعممين. هذا بلدي، هذا بلدي ينافس ألمانيا مفروض، ونتمنى لكم أن نشوفكم يوم من الأيام زي ألمانيا. تحياتي لكم كل العراق. حياك الله، شكرا أخ هشام، شكرا لاتصالك وشكرا لتمنياتك بالخير للعراق. أما ما يعوزنا الآن، والله يعوزنا الساسة الوطنيين حقيقة، يعوزنا القادة الوطنيين اللي ينسلخون عن طائفتهم وينسلخون عن مذهبيتهم وينسلخون عن أحزابهم ويتبرؤون منها ويقولون نتمسك بعد الله بالعراق، بالوطن وليس غير الوطن. هسه احنا حتى مو احنا هم راح نسويها محاصصة،
ما يخالف ما يخالف، بس حتى انوه للمشاهدين، المخرج ما يريدني حتى احكي. المحاصصة موجودة في داخل العملية السياسية، فخاف احد يقول طلعتوا الدكتور موفق الربيعي وهو شيعي يتحدث عن الاحزاب الدينية وينتقد الطائفية وكذا. راح نطلع يابا السيد حامد المطلق وهو سني ايضا، وهم شوفوا شو يقول. يلا، الاحزاب الدينية في العراق هي اساس، وجهة نظري يجوز يعلمون علي، هي اساس خرابنا واذيتنا. هسه هواي ناس راح تنتقدك، خلي ينتقدوني. اغلبية الشعب العراقي باتجاه الاحزاب الدينية. يا اخي الكريم، التمحور هذا لايران وهذا للسعودية، واترك مصلحة البلد ومصلحة ناسي جانب مو صحيح. شعبنا البريء العظيم المتماسك الرائع صاحب الارث الحضاري، الارث الحضاري والتاريخي المتماسك على مر العصور لم يفرق لولا السياسيين أصحاب الأجندات والمنافع. ولكن اليوم أليس التوافقات السياسية أعلى من القانون والدستور؟ هذا صحيح. أكيد، يعني أكيد هم دا يتحدثون يعني بشكل صحيح، سواء الدكتور موفق الربيعي أو السيد حامد المطلق أو غيرهم كثير من السياسيين ينتقدون العملية السياسية وينتقدون جزئياتها وينتقدون التقاسم السلطة بين الأحزاب الطائفية والدينية. بس أنا أستغرب هم ليش باقين بيها لعد إذا أنتوا تنتقدوها وترفضوها، مو المعنيين فقط اللي شفناهم هسه، لا، أنا جبت نماذج هم الكثيرين ينتقدوها. إيه لعد، ليش ما تعدلوها؟ إذا ما تقدرون تعدلوها ليش باقين؟ قولوا احنا ما نقبل ان نكون جزء من هكذا عملية مهينة. نعم، الاخ مثنى من الكوت، مرحبا يا مثنى. عفو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا اخي مثنى. والله تعقيبا عن كلام هذا الاخ من السعودية اللي قبل شوية اتصل. نعم نعم، احنا اولا اقدم له تحياتي التاريخيستي، مو بس قضيه ايران، يعني ابسط نقطه، بالموصل منو موجودين؟ اكثر الجنسيات الجايين كم شلون؟ اكثرها من السعوديه ومن الفلسطين، وهي متكالبه علينا تكالب. ما اعرف انا شنو الضريبه اللي قاعد يدفعها وعلينا مع السياسيين اللي انا ما اعتبرهم، اعتبرهم كلها دواعش. نعم. نعم يا اخي بعد ما اعرف يعني شو. اما قضيه المحاصصه يا اخي، هاي المحاصصه هي مو اليوم، كل ما دخلوا على الدبابة الامريكية هاي اللي نعرفها، الدعوة وغيرها والاسلامي والاحزاب الباقية وما اعرف ايش، هي هاي اللي دمرت العراق وجسمها. يعني اقصد مؤامرة اللي نعتبرها احنا من ضمن خارطة الطريق اللي وضعتها امريكا واسرائيل وغيرها على العراق. احنا ما نقدر بس نقول ان الله. وما هو الحل برايك مثنى؟ مثنى اسمح لي اسالك، وما هو الحل برايك؟ يعني كيف ترى المستقبل؟ والله الحل الا هاي الوجوه الكالحه كلها تتغير. اي يعني ما اذا هذا الوضع يبقى على ما هو حال، ما طول هاي العالم اللي جاي تحكم العراق. أنا أقول لك إياها أمانة الله. إيه، فما أنا أقول لك تتغير هاي الوجوه. أما الدكتور العبادي وغيره، وين تعبنا حتى من المظاهرات تعبنا، شو اللي صار؟ يلا راح تجي الجمعة الثانية والتاسعة مو؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي في سوى الدكتور العبادي؟ كله أوبر مخدر وما ما أعرف. حكي يا أخي هواية تعبنا. شكرا يا مثنى، شكرا لاتصالك. وايضا هو الوقت المخصص للاتصال ايضا انتهى، كل متصل الى دقيقتين، ومثنى ايضا انهى حديثه. اكو عندكم مشارك اخر؟ ما عندنا. اذا بامكانك عزيزي المشاهد الكريم، اقول له يلا اتصل، جيب يا بجيب. احمد من عمان. احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك اخي؟
يا مرحبا اخوي احمد، اهلا وسهلا. الله يرضى عنك. ممكن ابدي ملاحظاتي لو سمحت؟ تفضل انت على الهواء، انا والمشاهدين الكرام نستمع لك. استاذ الكريم، كل اللي بالسلطه الان مع احترامي الشديد لهم بدون اي تجريح، هم يتكلمون من وراء زجاج الهمرات، وهذا عيب كبير. نعم. ما رايك انت؟ نعم. يعني احترامي الشديد للحكومه، لكن يتكلمون وراء زجاج الهمرات والحمايات. ما اعرف شو اقول لك، لانه يعني هذا عيب كبير، عيب كبير. احترامي الشديد وسلامي لك استاذ الفاضل. احترامي الشديد وسلامي لك. ما فهمت شيء انا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. شكرا، بس والله تريد للأمانة ما فهمت منك شيء حقيقة أحمد، يعني كنت تسكت وتتحدث وسألتني. يلا ناخذ أبو نور من بغداد، تفضل يا أبو نور. حي الله بغداد وأهل بغداد. أبو نور، لا مع الأسف انفصل الاتصال ويا الأخ من بغداد، وننتقل إلى ميسان. حي الله ميسان وهل ميسان. محمد تفضل يا محمد. الله يسعدك استاذ جلال. مرحبتين اخوي العزيز. شلون صحتك؟ الله يخليك. الخلاص من هاي المحاصصه ومن هاي الوجوه التعبانه اللي جاي تحكم البلاد من ايران، هي رئيس الوزراء العراقي هو سليمان. ما نخلص العراق الا بخروج سليماني والميليشيات اللي تابعة إليه. نعم نعم يا محمد. والراد المظاهر توجه للسيستاني، هو اللي هو اللي مأيدهم، هو اللي وصلهم من هاي المناصب، وساكت عن السرقات اللي. لا محمد، خلي نخلي السيد السيستاني قاعد بمكانه، والمراجع الاخرين العظام كل من قاعد مكانه، خليني نحكي انا وياك. اريد اسالك نعم. محمد نعم. يعني نعم. كيف ترى مستقبل الخلاص من المحاصصه الطائفيه، شلون السياسيه طبعا، شلون نخلص منها؟ خروج الاحزاب الدينيه من الـ من الـ من, الـ من البرلمان نهائيا، تغيير جذري، وسد كل مكاتب في العراق، كل مكاتب الأحزاب الدينية والسياسية سدها، وخروجهم وسحب جوازاتهم من عندهم، محاكمتهم، الكل تتحاكم. ليش ما تقبل على واحد ينتقد السلطاني؟ هو انتقاد، هو من أوجب الانتخابات وأوجب انتخاب القوائم الكبرى، من هو اللي وجهها؟ الجنوب اللي ماشي المرجعية، حكم المرجعية زين. خلولي محمد، خلولي أريد أسأله محمد، أريد أسألك. نعم. أنت من العمارة صح؟ نعم. أهل العمارة يقبلون عليك تحكي على السيد السيستاني؟ والله أحاسيهم يقبل ما يقبل تقراسه بالحائط. زين مو اني شلون اني ملايين يشوفون البرنامج مادي غلط، مو اني تخليني بموقف محرج، ملايين يشوفون البرنامج براحتك، وكثير براحتك من الناس عندهم ولاء للسيد السيستاني. براحتك استاذ، هو مو ولاء للسيستاني، هو ولاهم للاحزاب تقليد الأحزاب، يعني هي موالي. نعم. هي الناس تابعة الاحزاب بالماده. هي الاحزاب جاي تغش الناس وجاي تضحك على عقول الناس اللي على فطرته بالماده. هم جابوا الناس انتخبوهم بمن؟ انتخبوهم بال 25، انتخبوهم بالنفر خباب. بهاي جابوا الناس، هم ما جابوهم على مود عقيده وعلى مود مبدا وعلى مود وطنيه وعلى مود عراقيه وعربيه، وانما جابوهم على مود الماده. الكل بدون استثناء. أشكرك جزيل الشكر أخويا محمد،
شكرا أخي محمد، كنت معنا من ميسان، وأظن أنه أنا كنت صريح وشفاف وواضح بالحديث ويا الأخ محمد، وهو أيضا كان صريح وواضح. يعني إحنا دائما نقولها في البرنامج، نحترم كل التوجهات ونحترم كل المعتقدات ونحترم كل الثوابت والمواقف اللي يؤمنون بها العراقيين، اللي يقلد السيد السستاني واللي يقلد السيد الصرخي واللي يقلد السيد الحائري واللي والسني واليزيدي والمسيحي. وبالتالي نحاول دائما أن نبتعد عن المساس بالرموز الدينية بغيرهم، مع الاحتفاظ بوجهات نظر كل واحد يحتفظ بوجهة نظره. إذن ما طول عليكم، نروح إلى صفحة صوت الناس على الفيسبوك لقراءة تعليقاتكم. التعليق الأول أمامي من بارق علي. بارق علي يقول: إذا الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة تريد حل لمشاكلها عليها بتفعيل مشروع الخلاص الذي طرحه الصرخ العربي، وإلا فالأمور من سيء إلى أسوأ. العراقي العربي يقول: لا يوجد حل إلا بالتغيير، والفرصة أتت بالتظاهر السلمي وتغيير الحكم الديني إلى لا ديني إلى المدني. أخرجوا للتظاهر أو أخرج للتظاهر يا عراقي. سجاد العراقي يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، سرقونا باسم الدين وباسم الحسين. الأحمد الزيدي يقول: ممنوع توزيع الرواتب على العراقيين الشرفاء، مثل ما هو ممنوع تعيين أي شريف عراقي وطني في ظل الحكم الإيراني. مصعب زبن العزاوي: يا أستاذ جلال، الحل الوحيد هو سحل هؤلاء الساسة الذين لا يفكرون إلا بمصلحتهم الشخصية في الشوارع من قبل الشعب، كما سحلوا نور السعيد وعبد الله. طبعا شتان ما بين الثرى والثريا، ولكن احنا نقول نحيلهم للقضاء، ما نسحلهم. محمد العراقي: السلام عليكم استاذ جلال. وعليك السلام اخي محمد. سوف ترون المفاجآت التي ستحدث في ايام العيد على رؤوس السياسيين الذين دمروا وهجروا ونهبوا العراق. يعني قل لنا، انطينا سبق صحفي يا محمد، ايش راح يصير بالعيد؟ على كل، أبو علي الشافي: لا خلاص إلا بمشروع الخلاص الذي طرحه المرجع الصرخي، والذي يقضي بطرد كل الوجوه التي دمرت العراق منذ دخول الاحتلال والاتيان بأناس وطنيين. حيدر الكناني يقول: نحتاج إلى ثورة شعبية للتخلص من هذه الأحزاب المنحرفة، ومن بعدها تشكيل حكومة وطنية وليست حزبية. زياد الجوهر: مرحبا استاذ جلال، والف مرحبا. الله ينتقم من كل الاحزاب والسياسيين لانهم خراب هذا البلد. شناشيل الحياني تقول: نتخلص من التقسيم بعد ان ننبذ كل المسميات الطائفيه والعرقيه، ونتحد ويكون الشعب واحد، وطرد هؤلاء الذين ابوا ان يعيشوا الا على بؤس ومرض وجهل الشعوب. الليث يقول: عندما ينتهي تخدير الناس والتوقف عن استدعاء ثارات الماضي، إن وجدت فيه ثارات سوف يتوقفون ولن يتوقفوا أبدا، لأن توقفهم يعني خسارة كل شيء. حيدر الطائي يقول: نشكو إلى الله. هذه الرسالة أريد أوقف يمها، أريد أقرأها وأوقف يمها بعد إذن المخرج. يقول: نشكو إلى الله، مو قضية مهمة، خل أخذ منك دقيقتين. نشكو إلى الله ثم إليك مصيبتنا، نحن المتقاعدين العسكريين من الجيش العراقي السابق محافظة الأنبار والموصل فقط، لم نستلم رواتبنا لحد الآن، علما أنها أطلقت منذ بداية الشهر وتم تسليم جميع المحافظات الباقية، ونحن نازحين أو نازحون في أربيل وأصحاب عوائل ومرضى، ولا نملك مبلغ دفع الإيجار، وأعطونا مدة سوف نطرد في الشارع. راح أعلق عليها بعد أن أخلص من قراءة التعليقات. علي الشكرشي يقول: الشعب شبع من طائفيتهم وفتنتهم التي دفع الشعب العراقي ثمنها هو الدم الأحمر والخراب الأكبر والفساد الذي ملأ الخافقين. رشاد كركوكلي يقول: عندما نكون على قلب رجل واحد فالشعب فقط هو الذي يستطيع التخلص من الزمرة الفاشلة. تحياتي طبعا، شكرا لكل هذه التعليقات، ولكن أريد أتوقف عند هذه الرسالة
وكان الخطأ مني كان يفترض أعرضها بشكل مستقل ضمن رسائل الناس وليس ضمن التعليقات. وهذه أكثر من شكوى أيضا جتنا أن المتقاعدين العسكريين في الأنبار والموصل مقبلين على عيد ولكن رواتبهم لم تصرف، هم أصلا نازحين، نهيب بوزير الدفاع، بالمسؤولين في وزارة الدفاع، في وزارة المالية، في دائرة التقاعد، هيئة التقاعد، أن يأخذوا بعين الرحمة هؤلاء المتقاعدين اللي دافعوا عن العراق بدمهم، بدمهم يا ناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله فيما الله.